يا كابتن طارق، يعني بيسعدني وشرفني يكون معايا كابتن احمد عبد المقصود. كابتن احمد، في البدايه ببارك لك. مباراه مش سهله، خصم عنيد، اول 10 دقائق او اول 12 دقيقه بالظبط تدخل فيك هدفين، مش سهل انك ترجع تعمل كومباك، ومش سهل انك تكسب المباراه. مباراه مهمه في ظروف مهمه وصعبه واستثنائيه في هذا الموسم. بص، انا الاول سلامي لكابتن طارق وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن احمد عبد اللطيف وكابتن عيد. احنا الزمالك نادي كبير، فما شكتش لحظه ان بعد 11 دقيقه يخش في جونين. لا خالص، والله عندي 100% ان احنا ده جيت في يومين، اكيد احنا من الصحراء. بس انت بتعمل شغلنا على جانب النفسي كبير جدا جدا، كابتن اسامه طبعا وكابتن ايمن ظاهر، فده كان اهم حاجه عندنا. كنا ناخد اللعيبه لوحدها، اهم حاجه ظروف الماتش. انت جاي بعد 8 9 ماتشات مفيش مكسب، تعادل هزيمه، افريقيا، دوري، فهي كانت صعوبتها، هي دي صعوبتها، ان احنا عايزين نطلع اللعيبه من الحاله دي وندي ثقه ثاني للعيبه. احنا نادي الزمالك نادي كبير، عمره ما يبقى في الوضع ده ابدا ابدا. وان شاء الله اديك شفت الروح دي، اهم حاجه الروح دي، ما اعتقدش اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت في الفتره دي. فالحمد لله رب العالمين، كابتن اسامه اجتهد، كابتن ايمن الحمد لله رب العالمين اجتهدنا طبعا الحمد لله. انا بشكر يعني مشوار على الثقه الكبيره اللي ادها لنا هو مجلس اداره كابتن امير، ان احنا نيجي في الوقت ده وقت صعب، بس ده ما احنا اتربينا على كده من صغرنا، احنا اتربينا على الضغوط وما فيش اي مشكله. نادي الزمالك عمره ما بيفضع ده، وهنرجع، واحنا كان اهم حاجه عندنا نرجع المكسب بسرعه. ثقه اللعيبه هي دي كانت اهم حاجه عندنا. يمكن جمهور الزمالك متعود يعني يفضل على اعصابه لحد اخر دقائق. عايز اعرف منكم وندخل في تفاصيل اكتر، اوضه اللبس يعني ما بين الشوطين يمكن دي اهم فتره في المباراه، هي اللي قدرت ترجعنا تاني. اللعيبه تنزل عندها روح، مش مشكله اول 12 دقيقه دخل فينا جولين، نقدر نجيب الاول والتاني ونتعادل ونكسب. عايز اعرف جوه اوضه اللبس حصل ايه بالظبط. هو كابتن اسامه اول حاجه اتكلم فيها ان احنا الاول، بص ان احنا نتعادل، ما تفكرش في المكسب دلوقتي، خد خطوه خطوه سليمه الاول 2-1 واحنا راكبين الجيم. اكيد في اخطاء، طبيعي في اخطاء هتتعالج، بس ما كانش عندك وقت في يومين تعمل يا دوبك بس الناحيه الالتزام الخططي، الالتزام جوه الملعب بره الملعب، نقفل شويه على الفرقه. كانت دي اهم حاجه. كابتن سامي كان اهم حاجه قال لك ان احنا بص الاول احنا نتعادل الاول ثم نفكر في المكسب بعدين. كان عندنا اصرار ويقين في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا اليومين دول تعبنا اللعيبه، حتى كل اللعيبه الناس اللي معانا في حاله ثانيه، في حاله جديده، في شكل حاجه، في لما اكتر اللعيبه بتقرب من بعضها. الحمد لله رب العالمين. يعني انا بفرح يعني وبشكر جمهور الزمالك، ويعني افرحوا ان شاء الله، والزمالك ان شاء الله يبقى احسن واحسن واحسن، ثم ما في ظهرنا ورانا دايما ان شاء الله. يمكن اخيرا مش عايز اطول عليك، جمهور الزمالك يمكن الاسبوع الجاي ده من اهم الاسابيع في مشوار نادي الزمالك هذا الموسم. يمكن عندنا خطه قصيره المدى نقدر نتكلم عليها، عندنا ماتش وداد مهم جدا وفاصل، عندنا مباراه امام فريق نادي الجونه، هتتكلموا ازاي مع اللاعبين، وعندنا ايه هنقدر نعمله الفتره الجايه؟ عايزين نطمن الجمهور. نادي الزمالك بيلعب كل مباراه على 3 نقط، دوري، افريقيا، ده طبيعي. نلعب ماتش، احنا زي ما قلت لك ناخد ماتش بماتش. لا انا طبعا الوداد في دماغنا اكيد 100% بطوله افريقيا، بس انا اقول فكر في الجون الاول دلوقتي، وعينك برضو تبص هدف اولي وهدف ثانوي ثاني بعدين، تفكر بس الاول بعد 4 ايام عندنا ماتش الجونه، وبنفكر برضو في بس بعد ماتش الجونه الاول ان شاء الله. خطوه خطوه، ماتش بماتش ان شاء الله. ماتش ببارك لك، الف مبروك وبالتوفيق في المباريات القادمه ان شاء الله. الحمد لله، الله يبارك فيك، وبشكر كل كابتن طارق وكل اللي موجود معاك في الاستوديو. شكرا جدا. شكرا لك.